كابتن مجدي عبد الغني بنقول لك هارد لك النهارده اداء مميز في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني اختلف الوضع تماما واختفيتم بالهزيمه 2-1 من فريق مقاصه على ارض وسط الجمهوريه. لا بالعكس، احنا ده الشوط الثاني احسن من الشوط الاولاني. الشوط الاولاني ما جبناش فيه غير جول وجه فينا جونين. الشوط الثاني احنا ادينا وضغطنا وضيعنا فرص لكن ما فيش نصيب. لكن ما انا عايز اقول ان يعني ما اعرفش، بحس ان في ما اعرفش تربص لينا ولا ايه، حاجات غريبه بتتحسب. يعني انا مش عايز الحكم يبقى معايا، انا عمري ما كنت عايز الحكم معايا، بس عايز يبقى فيه، مش عايز اكتر من كده. اختلفت انت وكابتن مختار مع الحكم دلوقتي؟ كنت تقول ما كناش بنختلف، احنا بنقول له بس احنا مش عايزين اكتر من حقنا، مش عايزين حكم يدينا اكتر من حقنا. يا جماعه ده مش يعني مش شايف فيها ظلم ولا فيها حاجه اوفر، يعني احنا يبقى عايزين حقنا بس من الجيم. مش كل لمسه فاول، مش كل بتاع طرد، مش كل حاجه انذار، والفرقه الثانيه بتعمل كل الاخطاء اللي احنا بنعملها وما بياخدوش حاجه. الحمد لله طبعا ام فرقه كبيره جدا، يعني فرقه واخده كاس مصر وليها تاريخ مش ملهاش يعني. وطبعا ماتش صعب زي ما انت شايف. هو الجون الاولاني غلطه مننا ما فيش مشكله، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نلم نفسنا. ومش اي فرقه على فكره ممكن ترجع في الماتش بسرعه كده، يعني الحمد لله احنا معانا رجاله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بتمرن كويس، والحمد لله نزلنا مركزين، عارفين طبعا حجم الفرقه اللي احنا بنلعبها، والحمد لله عملنا حساب الماتش وكسبنا الحمد لله. كان في كلام بين صفقه تبادليه مره اخرى حسين حمدي هنا وانس سعيد في الزمالك، ما اعرفش حاجه، انا ما اعرفش اي حاجه، وانا قريت الكلام زي ما انت سمعته كده، قريته انا قريته زيك بالظبط، لكن انا ما فيش كلام حصل، ما فيش اي حاجه، وانا الحمد لله انا يعني انا ماشي كويس هنا مع نادي المقاصه وما فيش اي مشاكل. لكن انا انت استنى لو في ايه، انا اقول لك والله ما فيش حاجه فعلا، ما فيش حد كلمني خالص الحمد لله. قلنا قبل ما نبدا المباراه ان التوقف هيضر الناس كلها، شايفين لعيبه بيجي لك كرامبات ولعيبه تعبانه والمجهود مش هو ده اللي قلناه، بس احنا قلنا الحمد لله يعني هنحاول نتلافى او نقلل كميه الـ 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 الغلط اللي موجود في اول مباراه، وربنا يسهل في ماتش الاسماعيلي والاهلي رغم ان احنا مظلومين جدا جدا. هنلاعب فرقتين مريحين ما بيلعبوش، الاسماعيلي هيلاعبنا وهو مريح، وبعدين هنخش على النادي الاهلي بعدها بيومين، والنادي الاهلي مريح بقاله اسبوع واحنا لاعبين ثلاث ماتشات. المشكله في ان احنا هنخش ان شاء الله ماتش النادي الاهلي واحنا ممكن نكون بنلعب على الاول والثاني. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ببارك لاداره النادي، ببارك للجمهور، ببارك للعيبه النهارده بعد فتره توقف كبيره جدا. كنت اتمنى ان الدوري يتلعب من غير يعني المنتخب الاولمبي يلعب والدوري يلعب، اذا كان الدوري يعني في كل انحاء العالم بيتلعب والمنتخب الكبير بيلعب، ما بالك المنتخب الاولمبي. ودي التجربه دي هتجيلك والدوري شغال، ان انت المنتخب الاولمبي محتاج يعمل معسكر، طب هتاجل الدوري ثاني؟ ما ينفعش المنتخب الاولمبي في واحد في اثنين في ثلاثه، لا لازم الدوري يتلعب. دي حاجه. النقطه الثانيه ان انا يعني انا المفروض ان انا مش عايز اقول انا بنافس على الدوري، بس بنافس على مركز، فانا ما ينفعش العب النادي الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي مريح فترة كبيرة جدا، ما ينفعش العب النادي الاهلي والنادي الاهلي مريح فترة كبيرة جدا، وانا في 8 ايام العب 3 ماتشات، يعني انا هلاعب النادي الاسماعيلي وهو مريح، وهلاعب النادي الاهلي وهو مريح، فانا اتمنى من الكابتن مدحت يعني هو يعني على قدر عالي جدا من الاحترام وكلمته مسموعة جدا انا عارف، واللي موجودين معاه، انا لما العب 3 ماتشات في 8 ايام صعبة جدا. طبعا انت شايف الماتشات قوية جدا، بتلعب فرقة محترمة زي فرقة انبي ديت، بتبذل مجهود بدني جامد جدا، فترة الراحة بتبقى قليلة قوي على ما اللعيبة تستعيد الشفاء بتاعها بتبقى مشكلة، بعدين هنلاعب فرقة جامدة جدا زي الإسماعيلي برضو، فهنطلع من الإسماعيلي هنبقى مرهقين، يعني الثلاث ماتشات ورا بعض جامدين جدا، ونادي الإسماعيلي والنادي الأهلي مريحين، فطبعا يبقى مجهود شاق جدا على اللعيبة يعني. الماتش النهاردة من أحسن الماتشات اللي مصر المقاصة عملتها، بقول هارد لك لفرقة انبي، وبتمنى يا رب ان مدير امن الفيوم ما يحرمش الجماهير دي كلها. يا كابتن مدحت حرام، فريق مصر المقاصه عامل نتائج السنه اللي فاتت والسنه دي كويسه جدا، حرام تحرم الجمهور ده. حضرتك عارف ان الجمهور ده مسالم، مفيش اي فيه مشكله، جمهور الاهلي، جمهور الزمالك، اسماعيلي على راسنا، يجوا، احنا عايزين بنلعب كوره حلوه، لو حد كسب بنسقف له ونبارك له. اتمنى ان مدير الامن يا رب يوافق عشان ما يحرمش الجمهور دي. اعزائي المشاهدين، وزي ما انفرد كابتن مدحت شلبي وبرنامج مساء الانوار، هو ده الجواب اللي بعته السيد مدير الامن بالموافقه على كافه مباريات فريق مصر المقاصه على ملعبه، ولكن طلب تاجيل مباراه النادي الاهلي زي ما الكابتن مدحت كان قال في مساء الانوار. معي كابتن وليد هويدي. كابتن وليد، يعني ده خير ودليل على في المحافظ والسيد مدير الامن كانوا وافقوا على مباراه الاهلي والاسماعيلي والزمالك، ولكن طالبوا بتاجيل لقاء الاهلي. بالظبط،
امبارح كان جمعنا اجتماع ان شاء امبارح مع السيد المحافظ وسيد مدير امن الفيوم واتفقنا على اتفاق كان معنا وكان حاضر فيه برضو كابتن طارق يحيى واتفقنا على اتفاق ان السيد مدير امن الفيوم وبرضو وباتصال حقيقه من قيادات وزاره الداخليه بنشكرها على اهتمامها الحقيقه اللي هو سامي سودهم واللي هو احمد جمال بنشكرهم على اهتمامهم بتلبيه رغبات مواطني محافظه الفيوم ووعدنا السيد مدير الامن ان هو طبعا بيخطب وزاره الداخليه النهارده بانه يشوف يوم غير اليوم ده لان اليوم ده موافق اليوم 22 ده انتخابات الاعاده في محافظه بني سويف والمحافظه واخده مننا احنا حوالي 190 ضابط في من قوه مديريه امن الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا على الفوز، الحمد لله فضحنا جماهير الفيوم، جماهير محترمة، جماهير عريضة، كسبنا فرقة محترمة فرقة انبي، 3 بونت مهمين في مشوارنا في الدوري. الحمد لله على كل حال الخطأ وارد في أول الماتش، بس الحمد لله يعني الأخطاء خلاص الواحد خد خبرة الدوري، حتى لو أخطأ بيعرف يرجع ويتماسك ويعرف يحافظ على مرمى تاني. كابتن أحمد بروف كان عايز يقول لك حاجة. يعني خلف غلط، لكن شال 3 اجوان يعني ما هو شيء طبيعي، وبعدين هو جون كبير يعني ربنا يكرمه ان شاء الله الفتره الجايه. يعني والله اولا بشكر الولاد على ادائهم، بشكر ربنا سبحانه وتعالى على التوفيق النهارده، بالرغم ان احنا مضيعين اكتر من 6 اجوان، يعني 4-5 اجوان لو الشريط هتزعوه هيبان ان احنا في الشوط الاول مضيعين 4-5 اجوان، الشوط الثاني برضه مضيعين جولين 3، يمكن الاستحواذ كان لانبي نهايه الشوط الثاني ولكن بدون خطوره بدون فرص، يعني الاستحواذ اللي هو في نص الملعب بينقل ويشعلق جوه ال 18 ما كانش فيه خطوره قوي، لكن قدرنا ان احنا نستثمر الفرصتين 3 اللي جولنا في الشوط الاول، والحمد لله قدرنا ان احنا نعدي مباراه في منتهى الاهميه. انا ما تفرقش، بص انا ما تفرقش معايا والله صدقني الاعب الاهلي هنا مش 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 يعني مش غرور ولا حاجه، لا يعني احنا ما بنخافش، لكن انا نفسي اسعد الناس اللي هنا، ييجوا الاهلي ويجي الزمالك اسعدهم، لان هم يعني فعلا ناس في منتهى الجمال ومنتهى في التشجيع، روح رياضيه عاليه جدا، فنفسي اسعدهم. الحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى، يمكن 3 نقط المره دي غير الماتشات اللي فاتت كلها، يعني احنا الحمد لله 6 بونت 9 بونت ورا بعض، 3 مكسب ورا بعض الحمد لله. يمكن النهارده الحرس كسب امبارح بقى اول، واحنا النهارده بعد المكسب ثاني بفرق اهداف، فالحمد لله ده كله مجهود لعيبه ومجهود جهاز فني ومجلس اداره. تعالى هنا دقيقه هنا عايز زي ما حضراتكم شايفين سائق الاتوبيس يحلف على كتاب الله انه لم يرى هذه الاشياء، لابتوب الكابتن علاء عبد الصادق ومحفظته الشخصيه. كابتن علاء طبعا بيقول له ما حدش قال لك احلف، كل حاجه راحت لحالها. يا شنبي